السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج الباوربوينت. رح نستأنف عملنا بتصميم شرائح الغلاف أو الشرائح الافتتاحية لمشاريعنا أو للأقسام بداخل المشاريع. كيف ممكن بأقل وأبسط الإمكانيات نطلع شرائح احترافية لهذه المشاريع؟ قبل ما نبدأ أحباب القلب، أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات، وإذا كنت ضيف جديد بنتشرف فيك واضغط مفتاح الاشتراك وفعل الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا نبدأ مباشرة بعد الفاصل. اهلا بكم احبائي مرة تانية، ومثل ما حكيت كيف ممكن نصمم شريحة احترافية ضمن الباوربوينت باقل امكانيات. رح نقوم بانشاء شريحة فارغة مثل ما شايفين بالضبط. رح نتوجه الى قائمة الادراج، ومن الصور رح اختار صورة من هذا الجهاز وانا بكون مجهزة ومحملة على جهاز الكمبيوتر. خلني اختار على سبيل المثال هذه الصورة، انقر على مفتاح الادراج. طيب رح نسكر جزء الخاص بالتنسيق لحتى يكون معنا مساحة بالعمل. رح نكبر الصورة بهذا الشكل تمام على عرض الشريحة بالضبط. بنتوجه إلى اختصاص وبناخد القص بنسبة العرض إلى ارتفاع اللي هي 9/16، وبنرجع مندوس مرة تانية على مفتاح الاختصاص لحتى نقص المساحة على قدر الشريحة بالضبط. رح نتوجه مرة تانية إلى أدراج، ومن الأشكال رح أخذ شكل المستطيل وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة أيضا. أنكر باليمين. نتوجه الآن إلى تنسيق الشكل. عندي الخط بختاره بلا خط، والتعبئة بختارها تعبئة خالصة باللون الأسود، ورح نعمل شوية شفافية لألا بحيث يكون يعني بعض الشيء الرسمي أو الصورة ظاهرة. نتوجه مرة تانية إلى أدراج، ومن الأشكال رح نأخذ المثلث قائم الزاوية وبنكر مع السحب لحتى أرسم المثلث. خلني أعمل له انعكاس عمودي. خلني أخذ مثلث على هذا المكان ومزيد بعرضه على هذا المكان وليكن بهذا الشكل. بهذا الشكل نتوجه الآن بقائمة التنسيق تحرير الشكل، ومن ثم من فعل تحرير النقاط رح أنكر هذه النقطة واسحبها على هذا المكان تمام بهذا الشكل بالضبط. الآن رح أرجع أخذ نسخة تانية من المثلث والضغط على مفتاحي كنترول زائد دي، وخلني ألونه مثلا بلون وليكن معاي هذا اللون تمام، وأطبق المثلثين فوق بعضهم البعض. طبعا ما بنسى أني أخذ له كمان بدون إطار تمام. الآن نجي إلى تحرير النقاط، ومن ثم تحرير النقاط بنكر على النقطة اللي بالزاوية هون وبسحب للأعلى شوي وليكن معاي مثلا بهذا الشكل بالضبط تمام. طيب المثلث الصغير أو الداخلي بأخذ من نسخة تانية وبطبقه فوق الأصلي تماما، يعني بجعل الأشكال كلياتها تمام بهذا الشكل بالضبط. الآن رح أخذ أنكر على المستطيل الأسود يلي رسمناه الشفاف، رح أحددهم، أضغط كنترول وبحدد مثلث صغير، هذا المثلث الداخلي، وبناخذ من دمج الأشكال طرح فقط لا غير. بنرجع بنحدد على هذا المثلث الأزرق وبضغط كنترول وبحدد المثلث الثاني الداخلي، وبنرجع أيضا بناخذ طرح لحتى نحصل الآن على هذا الشكل بالضبط. الآن هذا الجزء المتبقي من المثلثين اللي دمجناهن عن بعض أو طرحنا واحد من الثاني، راح نتوجه إلى تعبئة متدرجة، وخلني أختار ألوان. واللون الأول خلني أختاره مثلا عندي هذا اللون، والثاني خلني أختار لون أصفر على سبيل المثال. طبعا نحن نختاره خطي وخلي يكون عندي بشكل زاوية مثل ما أنا شايفين بالضبط. إذا حبينا نزيد النقاط شوي ليكونوا معنا بهالتدرج وبهالجمالية. الآن رح أحدد المثلث نفسه، هذا المؤول الجزء المتبقي من المثلثات، وأخذ منه نسخة تانية بالكنترول مع الدي، أضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى نحن نرسم بهذه المساحة. الآن بناخذ له انعكاس عمودي وبرجع بخلني أصغره كمان شوي لحتى يكون معنا يعني فينا نقول مثل شعار بالضبط. لما رح نشغل شريحتنا رح تكون معنا الشريحة بهذه الجمالية فقط لا غير. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما ما تنسوني من دعمكم، تنزوا عني كل خير إن شاء الله، وانتظروني في لقاء جديد. كان معكم أحمد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله.